استقبال منتخبكم والمباراة المهمة بين العراق والأردن، أكيد مباراة بين الأشقاء، الفائز هو الجمهور بهذه المباراة. الحمد لله رب العالمين، زي ما يعني جاء حكيت قبل شوي، احنا بين اشقائنا العراقيين والاعلاميين والصحفيين، احنا جينا على مدينه البصره، هاي المدينه الجميله الحلوه، يعني شط العرب واهلها الطيبين وكذا. اليوم استقبلنا المنتخب الاردني، غدا عندنا مباراه مع الشقيق العراقي، زي ما حكيت العراق عين والاردن عين، مباراه 90 دقيقه ما راح تفرقنا، الفائز بنقول له مبروك والخسران بنقول له هاردك ان شاء الله. كل احنا بهمنا المباراه تخرج بالروح الرياضيه والجمهورين يهتفوا لبعض، العراقي يهتف للاردني والاردني في العراق، وان شاء الله بالنهايه احنا فريقين عربيين ان شاء الله نكون احنا الفريقين متواجدين بكاس العالم. طبعا احنا اجينا من الاردن الى البصره خلف النشامه وتشجيع النشامه، وان شاء الله يعني ما بنقدر نحكي غير ان شاء الله تكون تعادل، ان شاء الله تكون تعادل، واحنا دائما بنتمنى انه احنا كوننا خلف النشامه انه تكون للنشامه 2-1. حدثني عن استعداد الجمهور داخل الاردن، هل هم متحمسين لهذه المباراه؟ جدا جدا متحمسين للمباراه، خاصه مع الثقه اللي اخذوها في بطوله اسيا، وان شاء الله نوصل للمونديال احنا والشعب والمنتخب العراقي. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم على استقبال الطيب، شكرا لكل الشعب البصراوي، شكرا لكل العراقيه اهلنا واخواننا. مباراه ان شاء الله تكون تليق بالمنتخبين الشقيقين، منتخب العراقي ومنتخب النشامه باذن الله. دائما احكيها رساله للناس المشككين انه هاي مباراه 90 دقيقه داخل الملعب وليس خارج الملعب، ان شاء الله تطلع المباراه بالروح الرياضيه تليق بالمنتخبين، ومبروك للفائز وهاردك للخسران.